المسلم ينبغي له أن يكون شديد العناية فيما يتعلق بالطهارة، ولا شك أن طهارة الباطن وهي طهارة القلب أساسية في حياة ابن آدم، منها طهارة لا يصح عمل إلا بها وهي طهارة القلب من الشرك. القلب الذي لا يطهر من الشرك الأكبر لا يطهره ماء ولو اغتسل بمياه البحار. فطهارة الباطن أن يكون الإنسان مخلصا لله في العبادة، يقصد وجه الله جل وعلا، وطهارة الظاهر إنما هي في ما شرعه الله جل وعلا من استعمال الماء الذي ينوب عنه في بعض الأحوال التيمم، بينما طهارة القلب لا ينوب عنها شيء. وقد لا تكون في وسع الإنسان أن يحققها، لأنها ليست أمرا ظاهريا وإنما هي أمر في القلوب. والعبد إذا كان حريصا على طهارتها بالنسبة للشرك إذا الله وفقه فهو قادر على تطهيرها بالتبرؤ من الشرك وعدم الوقوع فيه. وإذا كان في البقاء في الأمور الأخرى كالحسد والحقد والبغضة وإلى غير ذلك فيجتهد بالدعاء، يسأل الله جل وعلا أن يطهر ظاهره وباطنه، والله جل وعلا وعد عباده أن يجيب دعاءهم إذا كانوا صادقين وكانوا مهيئين لأنفسهم في مواقف الدعاء أن يكونوا آخرين بأسباب تحصيل الدعاء. وابن آدم لا ينفع حوله ولا قوته واحتياله، لا ينفعه إلا توفيق الله، فيجتهد الإنسان يسأل ربه جل وعلا أن يلطف به ويسر له الأمر وأن يعينه على تحقيق مصلحته في أمر دينه ودنياه، لأن الأمر كله لله جل وعلا. وابن آدم لا يملك شيئا من أمر نفسه إلا بتوفيق الله، كما في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والله في الكتاب الكريم يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا الله وفق العبد في كل أحواله إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا في الأدعية والتوبة والإكثار من ذلك ومن الاستغفار كان حريا أن تكون أموره ميسرة وأن يحصل له من الله عون ولطف، وإن رأى أمورا تعقدت وأحوالا مقلقة فليعلم أنه إنما أتي من نفسه، فليحسن الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة. والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به إذا تاب إليه وأحسن الظن بربه أنه سوف يعفو عنه يعفو الله عنه. أحسن الله إليكم.